طيب قبل كمان الحالة المرورية طبعا ما ينفعش ما ناخدش الفنانة الجميلة والكبيرة ليلى علوي. أهلا بيكي منورانا في برنامج التاسعة. أهلا بيكم، كل سنة وانتم طيبين، ومبروك على مصر الموكب بكرة، العالم كله مستني. هو ايه المفاجآت الحلوة دي؟ احنا كل شوية نسمع حد بنحبه قوي يطلع مشارك بكرة. طبعا من والله اقول لك حاجه دينا، انا دلوقتي خدت البرومو اللي نزل ورحت نزلها الصفحه بتاعتي. ايوه اهلي بقى في اليونان وفي كاليفورنيا واصحابي في ردود الفعل العالم كله بيحسد المصريين على اللي هيحصل بكره ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله العالم كله مستني، المصريين كلهم فخورين وفرحانين، وانا طبعا اولهم هتفرج وهشوف وهرفع راسي فوق واقول انا مصري. طيب انت طول عمرك ملكه في السينما وهتكوني بس الملوك برضو ملكات مصر المشاركه في موكب المومياوات، فالناس كلها عايزه عندها. لا ما سمعتش حضرتك قلت ايه، سوري. طول عمرك ملكه في السينما والدراما المصريه أشكرك، وبكره هتكوني ملكه كمان وسط وسفيره للفن المصري وسط الموكب. لا انا بكره في التلفزيون قاعده في بيتي في التلفزيون بتفرج معاكم وزيكم على الموكب. يعني دورها خلاص اتعمل، اتسجل بقى. احنا لا هو انا يعني طبعا كنت يعني شرفني طبعا اني بقى لي لا انا عارف عالميه زي دي. حضرتك بتشاركي في الترويج يعني. بالظبط، انا من انا مصريه وفخوره جدا بالحدث اللي بيحصل، فخوره الحقيقه بحاجات كتيره قوي 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 بتحصل في بلدنا. بس انا شايفه ان الناس كتير ملحومه ومشغوله بالمسؤوليه وبالماده وبالاولاد وكل الحاجات دي، فمش قادرين بجد من كتر الحاجات الحلوه والتغيرات الكبيره اللي بتحصل لصالح البلد ولصالح المجتمع واولادنا، الناس مش ملحقه تحصل ايه اللي بيحصل. بجد انا شايفه ان في حاجات انجازات رهيبه بتحصل، ويكفي ان 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 في حدث عالمي ما حصلش في التاريخ هيحصل في مصر بكره ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق وبالنجاح وكلنا هنبقى فخورين بيه. يا رب. احنا انا يعني مش هنقدر يعني الا اننا نستغل الفرصه دي نسالك، الفنان اللي بيبقى مدرك لدوره الاكبر بكتير من الدور الفني بس، لكن الفنان احيانا بيكون له ادوار كتير من ضمنها الدور الثقافي والتوعوي، وانه يكون سفير زي ما قلتي دلوقتي. انا حطيت الحاجات على صفحتي فاخدت ردود افعال من العالم كله. شايفه انه ادوارنا كلنا كل في موقعه ممكن تبقى ازاي بكره وقت الحدث او بعد الحدث؟ ان احنا نبقى حاسين بقيمه ده. يعني انا الحقيقه او بعض الاوقات بحس ان بالذات بالنسبه للاثار والمتاحف والحاجات دي، بحس ان مش كل الناس بتبقى مهتميه بيها قد السائح او الاجنبي. ده حقيقي. مع ان ده ثروتنا والحضاره الفرعونيه والحضاره المصريه باشكالها غنيه جدا جدا. سامحوني انا صوتي تعبان واخد شويه برد. سلام. برد بس مش حاجه ثانيه. فاحنا مش ما بنبقاش مقدرين، عارفه اللي عنده الحاجه ومش حاسس بقيمتها. ساعات بحس ان في بعض يعني الناس اقليه كده، لكن الحقيقه الاجانب يعني بيحسدونا على اللي عندنا، بيحسدونا على حضارتنا وبيعرفوا عنها يمكن اكتر مننا كمان. ده حقيقي طبعا، وده شيء يزعل. يعني بيتعلموا ده في المدارس، مهتمين جدا بالمتاحف في العالم كله، المسلات بتاعتنا، المعابد بتاعتنا، واحنا من اكتر البلاد اللي عندها اثار. يعني الناس بتحسدنا على ده. ده حقيقي. فانا اعتقد ان بجد مش بجامل، ان كل الناس مستنيه الحدث بتاع بكره، وكل الناس استوعبت ان ده يوم العالم كله هيشوفه وهيتفرج عليه، وهيتفرج على المتحف المصري وعلى ميدان التحرير وعلى شوارع القاهره وعلى 22 ملكة وملك
من وملك بس. من الفراعنه من اهم الملكات وهيمشوا في شوارع القاهره ويوصلوا للمتحف الحضاري القومي دي. يعني ده الناس كلها بتتكلم عنه، سواء مثلا اللي حواليا في الشغل، اصحابي، جيران، اولادي، اصحاب اولادي، يعني كله مستني الساعه دي. وكلنا بنقول يا رب، وكلنا عندنا ثقه كبيره في كل اللي هيحصل ان شاء الله. ان شاء الله. احنا بنشكرك شكرا جزيلا، نورتينا كعادتك دائما الفنانه الكبيره ليلى علوي، وهي طبعا يعني دايما بتشاركنا طبعا في كتير من مناسباتنا الوطنيه، وكانت حريصه على الترويج كمان لموكب المملكة. دي فكره لطيفه بقى يا حسام. يعني انه الفنانه ليلى علوي واحده من الفنانات اللي فعلا دورهم ثقافي واضح جدا، ومشاركتها في امور كتير ثقافيه وتخص البلد وخيريه وانسانيه. فكره انها تشارك بهذا الحدث حتى وهي مش جزء من او مش من ضمن الفنانين المشاركين بكره في العرض، دي ده اللي احنا بنتكلم عليه. انت مش بتروج طول الوقت لنفسك، ومش شرط طول الوقت نفرح لنجاحات احنا جزء منها. احيانا ده اللي بيبقى العائق الكبير بتاعنا في اي حاجه بتحصل حلوه في البلد، انه اذا انا ما كنتش جزء من النجاح ما بفرحش، ما بعرفش افرح بيه. لو الشارع اللي تحت بيتنا مش هو اللي اتعمل النهارده، فيبقى بالنسبه لي ده مش انجاز. ودي الحقيقه ثقافه غريبه جدا. يعني عايزين نتعلم نفرح بنجاحات ما تخصناش.